تجينا اليوم نكمل سلسلة أفضل وأسوأ مصارع، مصارع تبعنا اليوم هو راندي أورتن. بدون ما أطول عليكم المقدمة، يلا نبدأ بالفيديو. Welcome to SmackDown. Acknowledge me. You can't see me. Welcome to Raw. To party. I'm home. Welcome to WrestleMania. Peace. طبعا يا جماعة الخير، زي ما تعودتوا علينا انه دايما فيديوهاتنا قصيرة، فانا ما حطول عليكم هذا الفيديو. وتأكدوا تماما ان انا اي شيء بنساه ذكروني فيه في الكومنتات، لانه انا ما بحب نطول الفيديوهات، وباذن الله انه الفيديو راح يعجبكم. راندي اورتن هو من اكثر المصارعين المشهورين عند العرب والاجانب. امسك اي واحد ما بتابع مصارعة اسأله مين بتحب، حكاك راندي اورتن، مين بتشجع، راندي اورتن، مين احسن مصارع عندك، راندي اورتن، دليل على انه سمعته العالية وشهرته العالية. وهذا مثال او خير مثال لما رجع في سيرفايفر سيريز، شفت الضجة اللي عملها والبهدل اللي سواها، غير الى جانب الدفعات الرهيبة اللي كان ياخذها، انه هو كانوا يسموه ليجند كيلر. هاي لحالها كبيرة، انك انت قاتل الاساطير، انت اي واحد اسطورة خلص بدنا ننهي مسيرته عند راندي اورتن. اعطوه القاب كثير، اداؤه في المايك سفاح، اداؤه في الحلبة سفاح، في النشر تبعه اللي هو الار كي او جدا رهيب. المصارع متكامل خرافي، وبيستحق كل الدفعات اللي اخذها، وبيستحق كل الحماس اللي سووه الناس لما اجى. بعدين احلى شيء فيه هو انه هو غدار، غدار يعني ما بتقدر تضمنه او ما بتامن لاي حدا. اذا نيك ألدس في اخر سماك داون، مش الاخير اللي هو قبله، اعطى ار كي او، وحتى في سماك داون زي ما قلت لكم لسه دفع له غرامه ضيف عشان انه جهز حالك، ترى في واحده ثانيه. انا هذا ترى كمان شيء كثير سفاح في انه الكاركتر تبعته او الشخصية تبعته كثير نارية، ونص المصارعين بتمنوا ياخذوا الشخصية تبعته. هذا هو كان فيديو تبعنا لليوم، ان شاء الله يكون عجبكم. بعرف قصير، بعرف ما وفيت راندي اورتن حقه، بس زي ما قلت لكم احنا بدنا نعودكم على الفيديوهات القصيرة، لانه هذا احسن اشي، ما بنحب الفيديوهات الطويلة والحكي الزيادة. ان شاء الله في الفيديوهات الجاية لقدام ممكن نصير نعمل فيديوهات طويلة معينة لمصارعين معينين. ان شاء الله بوعدكم انه راندي اورتن راح يكون واحد منهم. واذا مش حاط لايك حط لايك واشترك عشان يوصلك كل شيء بنعمله جديد. وان شاء الله ترقبوا على 1000 مشترك نعمل ثوره في القناه. اعذرونا انا اعذركم، ادعمونا انا ادعمكم. مع السلامه. I don't know what you want. Let's have a bit of fun till I down.